كاينينش. هما تسجلهم البارح فرصة تسجلتهم وتجيعوا بيلانتي وبيت راه هو والاربيط هو هذاك تيشوف فيه ما قدش ماركي خصهم يماركيو تجيعوا لنا فرصة. وهذا الماتش الجاي بهذا الماتشات بجوج اللي جايين خصهم يلعبوا خصهم يجيو شي حاجة بينا نوصلوا حتى حنا لكأس العالم بينا ندوزو وشوفونا حتى حنا حتى حنا عندنا الدراري تيلعبوا علاش حنا المغاربة عندنا تيلعبوا غير في الدول الأوروبية فاش يجيو عندنا هنا ما تيبغيوش يلعبوا تيقعدوا تي خصكم تلعبوا تبينوا خصكم تلعبوا على التوني على البلاد ما بتلعب على الفلوس راه ما تجي ياكلوا لك والو لعب على بلادك على روح تقاتل على روح الوطن شوفوا حتى حنا المنتخب وكاع المنتخبات زينين تبارك الله تنتفرجوا في الكره علاش حنا هذا المنتخب عندنا وقت معقول ما تيجي والو تيبانوا لنا حنا المنتخب اللي انت تيلعبوا في الماتشات ويتين الماتشات ويتين تيحداقوا فيهم فاش يدخلوا للمعقول ما تيبغيوش يلعبوا حنا تنتمناو من المنتخب يربح لنا جوج الماتشات الجايين وراه تنحبوهم مغاربه خوتنا وحتى حنا بينا نشوفوا كره عندنا في هذا المغرب انا كيبان لي الاداء ديال المنتخب غادي في تدهور بزاف والماتش اللي لعب في الرباط ب 6-0 ما عجبنيش انا المنتخب كاع ورينا حتى هو الخطه ديالو ما بقى ما مفهوماش وانا باقي ما فاهمتش بزاف رينال ما فهمتش تيعيط للهواد ديال فرنسا والهواد ديال الانجليز والهواد واللعابه ديالنا اللي كاين في البطوله كنا نتسناو البارح يدخل اونجم يعطي الاضافه ولا اليميق ولا شي لعابه ديال البطوله اللي كيلعبوا لعصبه الابطال الافريقيه ولكن رينال ديما تيعطف لنا على الهواد ديال فرنسا وديال هولندا وتنشوف انا الجامعه باقا ساكته ما محركاتها ساكن ولكن التاهل ديال المنتخب تيبان لي غيتبخر ثاني كيف 2006 كيف الماتش اللي ذكرني انا في الماتش ديال كينيا مع الزاكي ثاني تعادل وبقينا كنتسناو وهذا العام تنظن ثاني الفياله غادي يدوزوا لكاس العالم. المنتخب ما بيش ولكن شحال الفرص عندهم ما بغوش يماركيو وما فهمناهمش حنا علاش ما بغوش يماركيو فرصه مورا فرصه البيلانتي اي حاجه ما بغاش تمارك عليهم شي حاجه في هذاك الماتش. والمدرب ما بيش المدرب هو هذاك مزيان الفرقه هي هذيك هو ما فهمناهمش حنا علاش ما بغوش البارح البيلانتي كلشي ما بغوش يديروا لنا النتيجه اللي بينا ما داروهاش. ماتش زوين ولكن اخويا هذاك البيلانتي اللي زقلو شحال من محاوله زقلو ما فهمتي ما الماتش ماشي هو هذاك وتي دخلوا هنا ربحوا ب 6-0 وخرجوا هما يخرجوا تعادل ما يمكنش هذا الشيء هذا اذا المغرب عشي لعبه في المغرب تيربحوا تيخرجوا تيتلفوا ما عرفتش هذا الشيء هذا. منتخب ما مقنعنيش انا لا في الالي لا في الروتوت كاينين بوستات فيهم نقص رونالدو دار تغييرات ماشي في محلهم اللعابه ما كانوش مشحونين مزيان ما كايناش النفس اللي تقاتل على التوني ما كايناش جاونا فرص سانحه للتسجيل ولكن دوماج اخويا دوماج.